أما سمو ولي العهد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح حفظه الله مساء أمس الخميس يرافقه معالي نائب رئيس الحرس الوطني الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح بزيارة إلى النادي الكويتي الرياضي للمعاقين. وقد كان في استقبال سمو حفظه الله معالي وزير الإعلام وزير الدولة لشؤون الشباب محمد ناصر الجبري ومدير عام الهيئة العامة للرياضة الدكتور حمود فليطح الشمري والرئيس الفخري لنادي المعاقين الكويتي الشيخ شيخ عبدالله الخليفة الصباح وكبار قيادي الهيئة العامة للرياضة ورئيس أعضاء النادي، حيث نقل لهم تحيات وتهاني حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك أعاده الله علينا باليمن والخير والبركات. وقد أعرب سمو حفظه الله عن بالغ شكره وتقديره للنادي الكويتي الرياضي للمعاقين لما قدمه من إنجازات في المحافل الرياضية العالمية ورفع راية الوطن عاليا وإبراز مكانة الكويت الرياضية، مشيدا بدوره الكبير في توفير الرعاية الكريمة لكافة أعضائه الكرامة والتي هي محل شكر وتقدير عاليين، سائلا المولى سبحانه أن يعين القائمين على ما فيه خير والسداد لخدمة وطننا وإعلاء رايته. وقد تم تقديم هدية تذكارية لسمو حفظه الله بهذه المناسبة.